شكرا لك شكرا لك. مشهد مكرك ما تتفهم واصل معكم تغطيتنا الأجواء المباراة حبيبنا ثلاث مباراة ما خبرتي ثمان شهر ثمانية المغاربة على الأداء ديالهم هم فحضر معنا الممثلة والفنانة المغربية محبوبة المغرب والفنانة هند التجديد اللي عاشت أجواء المباراة بطريقة حماسية كانت متفائلة بشكل كبير وبغات المنتخب ولكن هي فرحانة بالنتيجة اللي شفتها مع ذلك بقات متشجعة لآخر دقيقة ومتفائلة خير اللاعب المغربة مرحبا بك هند. شكرا. حدثينا على كيفاش ذاك الأداء ديال المنتخب المغربي وشنو رأيك في الأداء ديالهم؟ الأداء كان ما شاء الله عليهم كان أداء هي ما هي زعما التعادل نقدروا نعتبروه ايجابي وان شاء الله الامل في الماتشات الجايين. توقعاتك مباراه ديال نهار الاحد ان شاء الله يا ربي يا ربي يمكن كان حتى الخاتم متغلب شويه على اللعبه ديالنا لانه تبارك الله كلهم اقوياء يمكن في الماتش الجاي باذن الله مربوحه يا ربي. كرواتيا ماشي في حاجه عادي جاك زعما ما جاكش الخصم ديالنا صعيب وحنا كنا ضعاف اكثر ما انهم هما تقاتلوا خاصنا كنشوفوا بونو حافظ على السباق ديالو انه يبقى نظيفه طيله المباراه كيف تقدر اشاك فوا كان هو حاضر البوط ديالو ما يوقع فيه حتى شي مشكل. طبعا طبعا تبارك الله كما قلت لك بروح قتاليه ما شاء الله عليهم وحنا حتى حنا تفرجنا بروح قتاليه قلبنا كان في يدينا والحمد لله المهم نقولوا الحمد لله على النتيجه. تبارك الله عليك لاله هند وفرحانين تلاقيناك اليوم تبارك معروفه بمغربيتك وحماسك شنو تبغي تقول للجمهور سوب تي في والناس اللي كتبغيك وكتحترمك لانه فعلا انت فنانه راقيه بما تحمل الكلمه من معنى. شكرا لك لاله هند ان شاء الله يكون الهدف ديالو انساني اكثر. شكرا لك لاله هند شكرا لك لاله هند ممثله القديره ومحبوبه المغاربه اللي عادت اجواء حماسيه اليوم في مباراه قتاليه قادوها اسود الاطلس في اجواء اللي مثلا اقل ما ممكن ان نقول عليه انها مباراه حماسيه وكبيره وكبيره بزاف. مازال ما في معكم البث المباشر ديالنا وكنا ناخذوا ارتشامات الحضور اللي عاشوا وتفاعلوا معنا هاد الاجواء هذه. كيفاش كان الاداء ديال المنتخب المغربي وكيفاش جاك اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف شفتوا الماتش كان خوص غير كان مزير بزاف. كرواتيا راه ماشي منتخب سهل. الماتش كان تكتيكي اكثر من كان اوفونسيف يعني كرواتيا معمره الوسط والمغرب تاهو معمر الوسط ما كانش محاولات حقيقيه صوف كاينين كانوا جوج محاولات ديال المنتخب الكرواتي وكان التدخل ديال بونو. انا ما فرحانش بزاف على النتيجه كنت بغيهم يربحوا ولكن قدر الله ما شاء فعل نقطه حزن من والو. كنتسناو ان شاء الله الماتش الجاي ديال بلجيكا وكندا نقدروا نديروا شي حاجه ان شاء الله. تبارك الله عليك الشاب اليوم اللي كان حاضر معنا هذه الاجواء الحماسيه وتفاعل معنا فمازال مواصلين معكم تخطيطنا الاجواء هذه المباراه فكي كنشوفوا مجموعه من المؤثرين والفنانين عاشوا صباح لكن كنشوفوا مشاهدينا الكرام اجواء حماسيه مازال كتعرفها هذا الوسط هذا مباشره بعد نهايه المباراه مواصلين معكم تغطيتنا لهذه الاجواء القتاليه حديثة. لكن ما كنشوفوا نقاشات مازال مستمره حول هذه المباراه هذه وحول اداء الجماهير المغربيه اللي تفرجت بكل حب واحترام لهذه المباراه هذه. احنا على المباشر ومعنا الفنانه المغربيه ومحبوبه المغاربه اللي كنبغيوها كتبعوها صباح ممثله القديره مرحبا بك لاله صباح. حدثنا اليوم على حضورك في متابعه هذه المباراه من الاول كيفاش كنتي كتفاعلي بطريقه حماسيه هذه المباراه هذه. صراحه انا اللي محسس براسي بحال شي بنت عندي ما بين 3 سنين و 24 عام وتطلع حتى كنت واقيلا 60 عام قاعده كاع الهوات ديال الدراري الصغار والله درتو كان واحد الحماس زوين شفتو نزلتو غنوش لانه جمعنا هنايا ومع الاصدقاء ديالنا كان الحماس زوين كنا كنتمناو يغلبوا يزيدوا يفرحونا زعما بواحد جوج ولا واحد ولا يكون واحد الاحساس كثر ولكن تبارك الله عليهم انا عجبني فيهم انهم الروح القتاليه وحسينا بهم لانهم مقاتلين وحاسين بواحد المسؤوليه فوالا انا الصوت مشى عليهم. بارك الله فيك نتفائل خير في المباراه القادمه ان شاء الله نهار الاحد.
نتفائل خير بيان سور، نتفائل خير ويا ربي يغلبوا فرحنا، لان هذا الحب ديال الوطن وهذا الجمهور والناس بزاف اللي ما نعسوش. انا من وحده ما نعساش، كنعس حتى نفيق، كنعس حتى الخلعه ديال نهار العيد. انت قلت واجدك معايا ونشوفك على الصور الاخيره والاطلاله ديالك اللي خلقات نقاش كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا بنت مداوله شيفات 180 درجه. منين جابت هذا الفيلم؟ شنو تعليقك على الموجه ديال النقاش؟ انا معاك، واخا ملي كنشوفو ملي كنكونو الناس وكيشوفو تصاورك، واش شفتي التفاعل ديال المغاربه كيفاش تفاجئو بالشكل الجديد؟ واش هذاك عادي ولا كنتي قديتي انت عادة ودرتي التجميل ولا هذاك الشيء؟ لا لا، ما كنديرش. شوف، اهم حاجه انا اللي كنركز فيها هي انني ندير رياضه، كندير رياضه بزاف، بس انا نغير الشكل ديالي، ممكن شعار، ممكن ستيديوبات. شنو كنتغير الشكل ديالك مؤخرا اللي خلى المغاربه عجبهم الشكل الجديد ديالك؟ شنو بدلتي؟ ما كانش تجميله صباح، ما كانش تجميله. غديري التجميله من الصباح؟ لا، نقدر ندير شي حاجه اللي هي خفيفه، ولكن انا ماشي زعما داك التجميل ديال القطاع، نقدر ندير فيلر، نقدر ندير لعبات. ولكن تصوري تفاعل المغاربه هما صور عاديه ديالك؟ صور عاديه، يمكن شويه ديال المكياج، يمكن شويه ديال السبور، حتى الرياضه بكلكي شويه عاوناتك. بس انا حاول نبني الستيل ديالي، كيف انهم تفاجئوا فيني بالدراج والنباق، وفلوس النفقه بانوا عليك. النفقه بانوا عليا، شي حاجه زوينه. في كي كومونتير كنحب عادي، انت المحب ما دام كيبغي الا انهم تفاجئ ديالك وباغي يشوف الحوايج ديالك. فنتمنى انهم يشوفوني في اعمال ما يبقاش يشوفوني غير في صور وفي الشكل ديالي. لكن انت ممثله موهوبه ومهمه انك دائما تنوع على الشيء، كيعاون حتى في التنوع والاداء الفني ديالك كممثله مغربيه. فخورين بعطائك اللي ما عطيتيش الشاشه المغربيه ومجال تواصلي، انه فعلا انت تستحقين كل التشجيع. برافو عليك، الله يخليك لينا يا ربي، الله يخليك. مشاهدينا الكرام، احنا معاك، احنا معاك، الله يكبر بيك بوجودكم لاله صباح. لكن كنشوف مشاهدينا الكرام ابتسامات الفنانين كانت هي هذه هنايا في مطعم الغنوج، الناس فرحانين ومتفاعلين خير بهذا الاداء. كبير يا حليم، فكي كنشوفوا مشاهدينا الكرام واصلين معكم تغطيتنا تفاصيل ما بعد مباراة المنتخب المغربي. أجواء حماسية كبيرة عاشوها المغاربة في هذه المباراة هذه، فكانوا كل أنواع الفنانين اليوم معنا. الفنان في مجال آخر هو مجال المايكا بارتلت، معنا حليم بركات خبير شعر ومكياج اللي تهوج، وكنعرفوا أنه ماشي من كازا، من كازا، وتفرج حتى هو في المنتخب المغربي بطريقة وشجع وشاهد. شنو قراءتك وكيفاش ذاك الأداء ديال المنتخب المغربي حاليا؟ صراحة أنا لا معني لا من أشهر الكرة، ولكن فرحتني بكل هذه المغرب بيان سور، كنبغيو نحضرها ونشوفوا المباراة إن شاء الله نديها على شنو. والحمد لله خرجوا صحابي وخرجنا صحابي، الخير القدام ياك. تبارك الله عليك حليم، توقعاتك المباراة الجاية؟ متفائل خير بالمنتخب المغربي؟ تبارك الله عليك حليم، خبيرة تجميل أشهر من نار على علم في المغرب، من ما بين الشباب الطموحين اللي كيوصلوا لأهدافهم. الله يكمل لك وتستاهل خير الدنيا كامل، لأنه قلبك زوين. مشاهدنا الكرام، كان معنا حليم خبيرة تجميل والموضة هنايا في هذا النقل المباشر. أجواء حماسية عشناها معكم طيلة المباراة، فنتمنوا من الله خير لهذا الايام اللي جايه والمباراه اللي جايه، مباراه اللي غادي تجمع المنتخب المغربي تحديات اخرى. نتمنى ليه الخير، الله يوفقه ويكون الخير ان شاء الله.